تكون الصخر ليا جناح النسر. أنا مصنوع من صخر يسوع غير قابل للكسر. لا لا لا. في مرة أحكي لكم على حاجة قبل ما أدخل على الحلقة. أهلا بيكي يا ساندرا. أهلا بحضرتك يا بابا. أحكي لكم على حاجة بس حصلت كده معايا. وأيام كان في أيام طبعا صعبة جدا، بنمر بأيام صعبة أكيد في خدمتنا وفي حياتنا. الكلام ده حصل يمكن من 10 سنين، كانت ظروف صعبة قوي معايا. وبعدين يعني زي ما بنضعف، عيطت كده وصعب عليا منه كده من بابا يسوع يعني. وبعدين لقيت، صدقوني لقيت الترنيمة دي بتتقال بصوت عالي، مع اني انا في حتة كل امريكان. من صخر يسوع الغير قابل للكسر، كحصون الصخر وليا جناح النسر. انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. لا لا لا. انت مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. هتتعب، هتتألم، هتمشي في طريق كله صعوبات وألمات، وقال لك ما أقرب، مش ما أقرب، ما أقرب الطريق وبنعدي. بس اللذة اللي بناخدها، المجد اللي بناخده، يسوع اللي بيملى حياتنا أحلى بكتير بكتير. كل ألمات، كل ضيقات تحت رجلينا، كل مناورات الشيطان واضطهادات بنقابلها تحت رجلينا. ادانا السلطة، ادانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا رهبنا شيء. بس امن، فقط امن بكده. باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين. اعزائي المشاهدين، مع ساندرا وقصة واختبار يدعو الى العجب العجاب. انا عارفها يمكن من شهرين تقريبا، و تحكي لي كل شوية تفاصيل من اختبارها، مش مصدق كله ده يحصل معاكي. ده عرفت ربنا وهي ايه، نداء وهي في سن 14 سنة. عموما مش هخلي المفاجأة يعني لما هي تتكلم، لكن خلوني بس نقرأ من الإنجيل عشان نستمتع بحضور الرب معنا ونفرح بالاختبارات القوية العظيمة والشهادات اللي بتعطي المجد لرب المجد. أنا هقرأ من بطرس الثانية إصحاح 3، هقرأ من العدد 9، من العدد 9. يبقى رسالة بطرس الثانية إصحاح 3 من العدد 9 ل13، من 9. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر المحترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. آمين آمين. ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. مجدا لك يا يسوع، مجدا لك يا يسوع. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة، وسيب التليفون يا بت وبصي لي. حلقة جديدة واختبار جديد مع بنتي ساندرا في شهادة حية. نحن نزيع الآن بث مباشر من بيت المتنصرين في مكان ما في مصر. تعالوا نشوف مجد الرب، وتعالوا نسمع بناتنا
يبدأوا لنا الحلقة بالترنيم. مجد ليك يا يسوع. يلا يا بنات. ها. ابتدي من الاول يا بابا ولا من اول ما شغلت؟ يلا ابتدوا. يلا يلا بنات. يلا. مال الي وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري اخي رجل رجلي يا من الشبكه علم فرحي وليه اداري يا ما شعرت اني وحيد واني خلاص ملال وبعيد. امين. في معرفتي اناني فيا هب على تلك المطفيه رحمته ساعد كل عيوبي رحمته ساعد كل عيوبي رحمته ساعد ساعد كل عيوبي ونفخ فيا عمري جديد. امين. مال الي وسمع صراخي عود صبري وانتظاري اخي رجل رجلي من الشبكه علم فرحي وليه اداري طوبى للمتكل عليه تتثبت خطوات رجلي. كنت اخواج الموت بصرخ له قلبي جريح من يرقف بيه جاني ملاني بقوة روحه جاني ملاني بقوة روحه جاني ملاني بقوة روحه وجه اليوم اللي افرحي. امين. مال الي وسمع صراخي. طيب في الحقيقة أول مرة أسمع الترنيمة. الترنيمة جميلة وصوتك يا ساندرا حلو على فكرة. أنت ممكن ترنمي تكون عندك موهبة الترنيم. أعزائي المشاهدين خلينا قبل ما نبدأ الحلقة نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد. أمين. يا رب يسوع المسيح الناس دي سبت العالم وجت لك يا بابا مستحق كل المجد يا يسوع. احنا مش احنا اللي اختارنا يا بابا انت اللي اخترتنا انت اللي فتشت وانت اللي جيت وانت اللي بعت رسائل وانت اللي انتشلتنا وانت اللي اخرجتنا من الحظيرة الاخرى وجبتنا لحظيرتك يا رب. نشكرك يا رب يسوع المسيح نشكرك. خلصت يا رب وعملت وما تزال تخلص وتعمل. ولا تشاء موت الهالك يا رب لا تشاء موت الخاط يا رب. انت تحاول يا رب وتعمل كل شيء من اجل ان تخلص البشرية. نشكرك يا رب المجد نشكرك يا بابا يسوع نشكرك لك المجد الدائم من الآن وإلى الأبد على ظهر الظهور. أمين. أطلب منك يا رب حماية على بيت البنات دول وتسدد احتياجاتهم وتسندهم وتسترهم وتقف معاهم وتحامي عنهم صور حماية حوالين كل بنت موجودة الآن يا رب في هذا المكان يا رب تشهد ليك وتتكلم عنك وتحدث بمجدك يا رب. أشكرك يا رب أشكرك. القائمين على هذه الخدمة احميهم وباركهم واسندهم يا رب. أشكرك لك المجد الدائم من الآن وإلى المجد وإلى مجد الدور. آمين آمين آمين. أنا بس لازم أقفل الصوت اللي كل واحد ما يفتكرش يكلمني غير دلوقت. طيب تعالوا نلتقي بقى بساندرا. أنت مين؟ احكي لي من البداية. وطبعا ساندرا مش اسمك. انا عارف اسمك اقوله. براحتك يا بابا اتفضل. هو الموضوع بصراحه يا بابا يعني بدا معايا من سن صغير قوي. اتربيت في بيت وعيله مسلمه عاديه زي اي حد. كل اللي حواليا طبعا كانوا مسلمين لان كنت في بيت العيله عندنا كانت قريه بسيطه كده. ده كان بيت جدي يعني. فما كانش فيه أي حد مسيحي خالص ولا عمري تعاملت مع مسيحيين. فنشأت وحفظت القرآن
ودرست تجويد ودرست فقه، اللي هو يعني مسلمة حقيقية يعني. فجأة كان في شخص كده كان كبير سنا، بس هو كان فيديو تصوير يعني. فكنت في الوقت ده كنت في أولى إعدادي، فكنت بروح واجي على الشخص ده، لقيت معاملته حلوة جدا. أنا يعني استغربت إن هو في حاجة مختلفة عن كل الناس اللي أنا اتعاملت معاها حواليا. فأنا من النوع اللي بيحب القراية قوي، فكل ما أدخل عليه بلاقيه ماسك كتاب أسود كده وقاعد يقرا فيه. فأنا من حب استطلاعي فبسأله، فبقول له يا عمو هو إيه الكتاب اللي حضرتك بتقرا فيه ده؟ فقال لي ده الكتاب المقدس يا بنتي. فقلت له يعني إيه كتاب مقدس؟ فقال لي يعني الإنجيل والتوراة مع بعض. فالكلمة إيه، الكلمة رنت في دماغي، فمن حب استطلاعي عايزة أفهم ده إيه، بس سكت، اللي هو إيه يعني، ما عملتش أي حاجة تانية ولا انتبهت لأي حاجة تانية. الموضوع خلص خلاص فجأة. كان في حد من جيراننا صاحب عمي، ففي عندهم إيه زي زريبة بقر كده، فالزريبة دي جت في يوم واتسرقت، كل البقر اللي فيها اتسرق. فجابوا شيخ من الشيوخ اللي هم بيفتحوا المندل ويشوفوا الحاجات اللي هي مسروقة وكده ومين اللي سارقها. فكانت من شروط الشيخ ده ان يبقى فيه بنت تكون سن 14 سنة، ما تكونش لسه وصلت لسن البلوغ يعني، ويفتح عليها المندل والحاجات بتاعتهم دي. المهم ان هم جابوا بنوتة، ولسه طبعا بيقول لها غمضي عينك وكده، بتشوف الحاجات اللي هي بتشوفها وهي مغمضه، فما استحملتش المنظر، كان مريب، فخافت وطلعت تجري. فقال له لا احنا عايزين بنت تانية تكون جريئه شويه، وفي نفس الوقت ايه تكون نفس السن. فصاحب عمي ده قال له انا عندي ايه بنوته، فجه لعمي عندنا البيت في اليوم ده وحكى له، وراح واخدني بقى. المهم ايه، قعدت وغمضت عيني فعلا وشفت حاجات مش حلوه خالص. بعد كده ببص لقيت فيه وانا مغمضه، قال لي اللي تشوفيه قوليلي. قلت له اوكي. مغمضه عيني ببص لقيت مع المناظر المريبه دي كلها انا مش شايفاها مره واحده، ولقيت بقى صوره ست كده اول مره اشوفها، قمه من الجمال. ببص على رجليها من تحت، دي مش واقفة أصلا، مش لامسة الأرض خالص، دي طايرة، ولقيتها بتبتسم لي. وببص من فوق لقيت تاج، والتاج ده منور. فأنا بشرح للراجل، فبقول له في ست جميلة جدا وبتبص لي وبتضحك لي، أنا طفلة بقى 14 سنة مش فاهمة حاجة، أنا بشرح اللي أنا بشوفه. قلت له وبتضحك لي، قال لي لا ما تركزيش معايا، ركزي مع المكان اللي هتوديكي فيه. بالفعل ببص لقيتها مودياني اماكن وشوارع، قعدت اشرح ليه الاماكن والشوارع والمنظر اللي انا شايفاه. بعد كده قال لي قومي، يوم الصبح الساعة 7 الصبح لقينا الباب بتاعنا بيخبط، فلقينا الناس بقى جايين بهدايا وحاجات كتير قوي. فبيقولوا الهدايا دي علشان انا السبب في ان الحاجة بتاعتهم ترجع، الحاجة المسروقة ترجع، أنا كنت سبب فيها يعني. وفعلا مشوا على الوصف ولقوا الوصف صحيح. الموضوع عدى. تاني يوم حصلتش بيني وبين مامتي، المهم إنها ضربتني جامد يعني، المعاملة كانت قاسية جدا. فدخلت أحسن الأوضة أحسن، بتاعتي. تستاهل الضرب، تستاهل الضرب، ماشي. ماشي يا بابا. مطلع عينيا، مطلع عينيا، يلا. بس فدخلت الأوضة بتاعتي، قعدت بقى أعيط مع نفسي قوي، بحرقة صعبت عليا نفسي قوي. فأنا موطية راسي كده وعمالة بعيط، برفع راسي كده فجأة ببص لقيت الست اللي كانت زهرالي من يومين فاتوا، لقيتها واقفة قدامي في الأوضة بتاعتي. اللي هو أنا اتخضيت، في شعور متناقض جوايا، اللي هو أنا خايفة، خايفة عشان في حد معايا في الأوضة ما كانش موجود لأن أنا لوحدي، وفي نفس الوقت شكلها يطمن في سلام. الله الله ولقيتها فعلا مش واقفة على الأرض برضو، لقيتها بتبتسم.
فانا سالتها، كلمتها بقول لها انت مين؟ لقيت صدى صوت منها طالع كده بتقول لي هيجي الوقت وهتعرفي. دي الكلمه الوحيده اللي كانت بتقولها لي، ما كنتش يعني بسمع منها اي حاجه تاني. لكن ف ما حاولتيش تسألي مسيحي مين دي ولا لم انا يا يط بابا كنت صغيره، كنت صغيره ما كانش ليا علاقات بحد خالص، ولا كنت تمام. اعرف حد مسيحي ابدا. كملي يا حبيب بابا. فقالت لي هيجي الوقت وهتعرفي، وراحت مقربه عليا وراحت ماسحه دموعي ومطبطبه، حبيبي يا بنتي. طبطبت عليا وحضنتني جامد. انا هديت، فمامتي بره سمعيني بتكلم جوه، بكلم حد جوه في الاوضه، فدخلت عليا الاوضه اللي هو ايه، شفت لما بتدخل كده على حد بتقتحم المكان. فاهم. ماما دخلت الاوضه، اقتحمت عليا الاوضه ودخلت تدور في الاوضه بتقولي انت بتكلمي مين. المهم دخلت، المهم قلت لها لسه يعني بقول يا ماما انا بكلم كذا وعايزه اشرح لها اللي انا شفته، لساني اتحاش، لساني زي ما يكون اتسحب مني مش عارفه انطق. واو واو، هي مش عايزة تقولي، مش عايزاكي تقولي. لا خالص. جت ماما راحت ايه بصالي كده وقالت لي اصل انت اتجننتي بتكلمي نفسك كمان، وراحت ايه سايباني وراحت طالعه بره. تاني يوم انا في الاوقات دي كانت تاني يوم طلعت فوق سطح البيت حوالي الساعة 7 بالليل كده، لقيتها ظهرت لي تاني. احنا بقينا اصحاب بقى، يعني انا وهي بقينا اصحاب، في حوار ما بيننا. حوار صامت. صدقني يا بابا. المهم ايه، قالت لي لقيتها بتطبطب عليا، هي اول ما كانت تجي لي كانت دايما تطبطب عليا تاخدني في حضنها. يا حبيبتي البركة يا الله. قالت لي انا هاخدك مكان، كل ده انا فوق سطح البيت بقى، قالت لي انا هاخدك مكان انت ما شفتهوش قبل كده. قلت لها فين؟ قالت لي هاخدك السما. طبعا انا بقى يعني طفله بقى مش فاهمه حاجه، فبصيت للسما كده اللي هو ايه السما اللي انا شايفاها والنجوم والقمر والحاجات دي. فقلت لها بجد؟ قالت لي قلت لها طيب انا موافقه قوي. ببص يا بابا فجاه لقيت نفسي مش فوق السطح نهائيا، لقيت نفسي معاها فعلا فوق في مكان انا عمري ما شفته ابدا. ببص تحت مني لقيت طرقه كبيره كبيره معموله بالرخام الابيض، وعلى الجنبين هنا وهنا نجيله خضراء، بس اللي هي ايه مش الخضراء بتاعتنا بقى العاديه زي صور النت كده. على الجنبين في بيبيهات، بس البيبيهات ليهم جناحات. ملائكة يا بنتي. انا ما اعرفش يا بابا، او وقتها ما كنتش اعرف بقى، ومسكين ايه كنت بقول عليها زماره، فلما عرفت بعد كده اتاريها دي ابواق بوك. فالبيبيهات دي ماسكه ابواق، واول ما دخلت لقيتهم بيبصوا لي وسابوا الابواق من ايديهم خالص وبصوا لي انا طول ما انا ماشيه في الطرقه دي كده. ببص هي ماشيه قدامي تمام، وانا ماشيه مسحوبه ليها، انا مش حاطه رجلي على الارض، انا لقيت نفسي مسحوبه ليها. واحنا ماشيين في الطرقه لقيت صندوق خشب، الصندوق ده كبير قوي. اول ما بصت للصندوق الصندوق فتح لوحده. انا من كتر النور اللي انا اللي طلع من الصندوق من جوه، من كتر النور الابيض انا يعني بقيت اعمل كده اللي هو ايه بداري عيني، مش قادره افتح في النور الابيض اللي طلع من الصندوق. واو. من بعيد قوي شايفه ناس كتيره جدا لابسين ابيض بس ظهرهم ليا ووشهم لكرسي كبير، الكرسي ده كان عالي قوي، ما كانش كرسي عادي كان عالي جدا، وقاعد عليه شخص لابس تاج ولابس لبس اللي هو لبس الملوك. ملك الملوك. حبيبي حبيبي يا يسوع. ببص للناس طول الطريق بقى، انا عايزه اوصل للناس دي، الناس دي بعيده عني بس شايفاهم من بعيد. كل شويه اللي هو ايه بيهزوا راسهم للشخص اللي قاعد على ايه على الكرسي زي السجود يعني. الشخص اللي هو على الكرسي باصص لي وراح عامل لي بايده كده. تعالي. انا بقى انا سرعتي يعني زادت، عايزه اروح للكرسي، عايزه اجري على الناس دي. لسه بخطي اول خطوتين لقيت نفسي يا بابا
ما كملتش الطريق، ولقيت نفسي يعني اتهبدت قوي على الارض، ببص حواليا لقيت نفسي فوق السطح. يا رهوتي يا اه رهوتي. المهم في اللحظه اللي انا اتهبدت فيها قوي، لقيت اخويا طالع من تحت بيقول لي: انت فين؟ ده احنا قلبنا عليك الدنيا، ده احنا بقالنا ساعتين بندور عليك. المشوار ده خد الوقت ده كله؟ ساعتين. بس عنده هو ولا نص دقيقة. اه طبعا. طبعا. واو واو واو. آه في اللحظة دي بقى انا ما فكرتش في اي حاجة، ومن كتر فرحتي بالمناظر اللي شفتها قلت له: اصل انا كنت في السماء. قال لي: سما؟ سما ايه؟ قلت له: اه انا كنت في السماء مع الملكة، انا عشان كانت بتظهر بتاج على طول، قلت له الملك. معرفش اسمها. اه فما كنتش اعرف اسمها، فقلت ايه بقول لها كده: الملكة. فقال لي: ملكة كمان؟ فراح ايه نازل منادي بابا وماما. ماما طلعت بتقول لي: انت كنت فين؟ ده احنا قلبين عليك الدنيا بقالك ساعتين. قلت لها: انا كنت فوق في السماء مع الملكة يا ماما. فماما طبعا قالت: بس ايه يعني، اول امبارح كانت بتكلم نفسها في الاوضه، البت ضربت. واه والنهارده بتقول لي: انا كنت في السماء مع الملكه. لا 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 كده ايه، البنت فيها حاجه مش مظبوطه. بدات تقلق طبعا هي وبابا، واتفقوا مع شيخ ان هم يقروا عليها قران وكده. كويس. وبالفعل مع الشيخ. هاي. اه والشيخ قال لهم: المهم ان هي ما تعرفش انها جايه لي، عشان لو عليها حاجة ما يعني ما تهربش. يا سلام. ما أسد. اه ليه؟ المهم بابا خب عليا فعلا، وبالليل جات لي بقى. هي كانت كل يوم تجي لي بالليل قبل ما انام، لقيتها جايه لي بالليل وقالت لي اللي هيحصل بكره، ووريتني بعينيا انا شفت المكان اللي انا رايحاه بكره، الطريق. يا لهوتي. صدقني سكت خالص. فبابا قال لي تاني يوم بقى، قال لي: تعالي ايه همشيكي شويه كده، ايه بالعربيه نفك شويه يعني. قلت له: طيب ماشي يا بابا. فاحنا خارجين انا ببص للطريق اللي بابا رايحه، هو ده الطريق فعلا اللي هي وريته لي امبارح. جيت قلت له: يا بابا احنا رايحين لشيخ صح؟ قال لي: اه رايحين بصراحه لشيخ، بس انت يعرفك. قلت له: حسيت. قال لي: بصي هو مش هيعمل حاجة، هيقرا شوية قرآن كده وهنمشي. قلت له: موافق. فروحت للشيخ بقى، قال لي: اللي تشوفيه قوليه. قلت له: ماشي. فكل شوية يقول لي: أنت شايفة حاجة؟ عمال يقرا في قرآن، يقرا في قرآن. بيقول لي: أنت شايفة حاجة؟ قلت له: لا مش شايفة. قال لي: طب أنت مش شايفة الكعبة؟ قلت له: لا مش شايفة الكعبة. يا عم مش جاب فقال لي: طب الكعبة للملكة وللملك. يخرب بيتك يا راجل، ده انت ضربت انت التاني. طيب المهم ايه، فلما زهق مني خالص، طبعا هو كان منتظر مني ان انا اصوت بقى واعمل الحاجات اللي هي بتاعتهم دي، فبكده يبقى عليا عفيف يعني. اي فقال لي: قومي. وقال لي: بابا بنتك زي ما يكون بيبي لسه نازله من بطن مامتها، بنتك سليمه ما في اي حاجه. فانا بصيت لبابا بصه انتصار جدع. يعني، اللي هو وشان اهلي. اه من بعد المرة دي بقى هم خلاص قالوا: البنت ما فيهاش حاجة، يبقى الحاجات اللي بتشوفها ديت حقيقية. الناس ممكن تكذبك، الناس تقول لك ايه اللي بتقوليه ده؟ ترد عليها ازاي؟ قبل ما نكمل. لا بص، هو كل واحد يا بابا ليه وجهة نظر، وعايزة اقول لك اللي انا لمسته واللي انا عشته مع ربنا مخليني يعني انا يعني مصدقة كل وعد ربنا قاله، ومصدقة كل حاجة أنا شفتها، بس فده يكفيني. فهم لما يعني أنا بطلب من ربنا إن ربنا فعلا يفتح بصرتهم ويشيل الغشاوة دي من على عينيهم، ووقتها لما ربنا يلمس قلوبهم بجد ويلمسوا الحاجات دي أو الإيمان ده مع ربنا، تقريبا هيتغيروا، مش هيقولوا كده. أمين أمين. فهمتك، يعني أنت مؤمنة باللي شفتيه، مصدقة الكتاب، كتابنا كتاب معجزات. طبعا إحنا نفسنا معجزة حية، بس من كتر العتامة وال إيه وعينينا وقلبنا، عينينا مش بتشوف وقلبنا مسود، فما بنشوفش المجد.
انما احنا ربنا موعدنا ان احنا نشوف المجد ايضا على الارض، وندوقه على الارض، ونشوف كل المعجزات على الارض، لان احنا المسيح فينا. لو المسيح فيكي وجواكي هيحصل كل ده. كملي يا بنتي. المهم ان بابا وماما عرفوا انك انت مش مريضه ولا حاجه، عملوا ايه بقى؟ بس فبدأوا يتعادلوا معايا شوية في الأسلوب يعني. وبعد كده قعدت تقلل بقى الست بقى اللي كانت بتظهر لي دي، قعدت تقلل من ظهورها ليا، ما بتجيش كل يوم يعني. فحصل في البيت عندنا مشاكل مع أحد أفراد العيلة يعني، لدرجة إن عم من عمامي جالي بيقول لي خلي الملكة بتاعتك تتصرف في المشكلة. يا ربي، الله حلوة صدقني دي. يا بابا صدقني، وأنا مش فاهمة حاجة، أنا مش فاهمة أي حاجة. فقلت له حاضر يعني مش فاهمة. لقيتها زهرالي في اليوم ده فعلا، وكان في انفصال بينه وبين مراته، وناس كتير راحت، هي برضو مش مقتنعة. فأنا رحت في اليوم ده، وهي قالت لي روحي وهتيجي. الله وفعلا أنا رحت، وعايزة أقول لك فعلا مفيش أسبوع ورجعت بيتها، والحياة ما بينهم كويسة لحد دلوقتي. الله الله. كانت في فلوس برضو، مبلغ كبير جدا كان ضايع جدا في البيت، ومحدش عارف أصلا المكان اللي كان متشارك الفلوس دي. يعني الكلام ده من 14 سنة، كان ال 10,000 جنيه كان بقيمة 100,000 جنيه دلوقتي وأكتر كمان، صح. وأكتر. فالمبلغ ده ما كانش حد عارف مكانه غير مامتي، وهي اللي كانت شايلة الفلوس في المكان وكده. الفلوس راحت مرة واحدة، ودورنا وكده ما لقيناهاش، والبيت كله كان مقلوب. فقالوا لي كلمي الملكة تتصرف، وأنا قاعدة مكاني على الكرسي أنا مش فاهمة حاجة. لقيتها فجأة شاورت لي على السرير وعلى أوضة من الأوض بتاعتنا، وكانوا لسه طالعين ومدورين فيها أساسا. فشاورت لهم على المشاورة بتاعتها. بنفتح الأوضة كلنا، لقينا الشنطة بالفلوس فعلا على السرير، بيعدوا الفلوس، ما لقوش جنيه ناقص، الفلوس زي ما هي. واو. فبدأنا ايه، بدأوا في البيت بقى ان يعني انا حاجة تانية، وان انا في حاجة بينه وبين ربنا، وما فيش حجاب بينه وبين ربنا وكده يعني، في شيء لله زي ما بيقولوا. تمام. بس فالمهم قعدت كام شهر ما تظهرش، فانا اتضايقت. فجات الفترة بتاعت الثانوي بقى، المهم ان انا يعني هروح اولى ثانوي. فكنت اول مره اشوف او اتعامل مع حد كريستيان، اتصاحبت على بنوته كده حلوه، وقعدت بقى ايه، اتكلمت معاها وقلت لها ده انا متضايقه، لان كان عندي واحده صاحبتي كده، وحكيت لها بقى عن الست دي. قلت لها بس مش بتظهر ونفسي تظهر لي تاني. هي ابتسمت وسكتت. فقلت لها ابتسمتي ليه؟ قالت لي لا عادي. قلت لها طب انا رحت لشيوخ كتير ومحدش عارف انا يعني مين دي، انا لحد دلوقتي عايزه اعرف مين دي، عايزه اعرف. قالت لي تحبي ان انا مثلا اشوف لك ميعاد مع اب كاهن او كده بيطلعوا الحاجات ديت يعني. قلت لها انا موافقه جدا. وفعلا رحت وحددت ميعاد مع كاهن، الكنيسة أصلا، وإن أنا أتعامل يعني. بس فحكيت كل حاجة لأبونا. دخلنا جوه، فقال لي طب بصي لفي لفة كده إيه في الكنيسة وتعالي لي تاني. وأنا بلف في وسط الأيقونات، لقيت الأيقونة بقى بتاعت الست دي. فأول ما لقيتها يا بابا أنا انهارت من العياط، وقلت دي بتعمل إيه هنا؟ طب إيه اللي جابها هنا؟ طب هي ما يعني ما بتظهرش ليا بقالها كام شهر، هي فين؟ فانا دماغي لفت. فقال لي انت عارفه مين دي؟ قلت له لا انا ما اعرفش مين دي. قال لي دي العذراء ام المسيح. قلت له انا مش فاهمه اي حاجه، طب وظهره لي انا ليه؟ ليه؟ ظهر لي انا ليه؟ قلت له طيب انا حقيقي دقيقة واحدة، الصوت بيروح ويجي. قلت له ظهر لي انا ليه؟ كده بابا. ايوه اتفضلي. انا قلت كده. فهو قال لي انت فعلا ربنا ايه مرتبط. سامعني يا بابا؟
ايوه الصوت ماله. تمام اتفضلي. كده سامعني كويس؟ ايوه كده كويس قوي اتفضلي. بس ف قال لي انت ربنا مختارك. قلت له طيب انا عايزه اعرف عن ربنا اكتر، انا بالطريقه دي كده انا عايزه افهم ليه بتظهر لي وايه العلاقه ما بينها وما بين ربنا، انا عايزه افهم كل حاجه. فهو لقى مني ان انا فعلا عايزه افهم. المهم طلبت منه كتاب مقدس، انا اللي طلبته. بدأت بقى في القراية. أنا مفكرة إن الموضوع عندي في البيت عادي، إن أنا ممكن أقرأ في أي كتاب عادي. ما كنتش أعرف إن دي جريمة. يا ربي طبعا تقري بس تقري الكتاب المقدس لا. أنا ما كنتش أعرف بجد إن دي جريمة وحاجة كده خطر قوي، ممنوع الاقتراب منها يعني، اللي هو أنا مش عارفة ليه. المهم جبت الكتاب وقريت. عايزة أقول لك يا بابا، يعني أنا من أول ما قريته، أنا قريت في العهد الجديد الأول، ما بدأتش بالقديم. حسيت إن كل آية فيه، حسيت إن ربنا بيطبطب عليا وحاسس بيا قوي، حسيت الله. إن الشخص هو بيكلمني. فكل ما أجي أقرأ فيه دموعي تنزل لوحدها، فتعلقت بيه جدا. من كتر ما انا متعلقه بالكلام بتاع ربنا وبالانجيل فعلا، ما كنتش بنام الا اذا كنت قريت شويه فيه وحطيته تحت المخده كده ايه عندي. فاخويا لاحظ الموضوع ده، دخل عليا مره ولقاني ماسكه الكتاب وبعيط وانا ايه عماله اقرا فيه. راح قال لبابا، واو قال له دي عماله بتعيط وعماله تقرا في كتاب لونه اسود كده. طبعا بابا سابني خالص. جيت نمت الساعة 1 بالليل، حسيت إن في إيد بتتمد تحت المخدة وبتسحب الكتاب من تحت دماغي. فأنا شد من ناحية وبابا يشد من الناحية التانية، لحد ما أخذ الكتاب. أنا قمت وقفت، يعني كنت نايمة أنا قمت وقفت. فبيقول لي إيه ده؟ فأنا بكل جراءة قلت له ده إنجيل. قال لي انجيل وكمان عهد جديد، ده محرف يعني. قلت له لا هو مش محرف. قال لي وكمان بتردي عليا. ولقيته بقى ايه ضربني، لقيته ضربني وبطريقه طبعا مش كويسه يعني. فبعد كده لقيت تاني يوم، لقيت تاني يوم بقى ايه لم العيلتين عليا وفتش في الدولاب بتاعي، ما لقاش انجيل واحد، ده لقى مجموعة كتب عهد جديد وعهد قديم وكتب تانية بقى خاصة بالوعظات والحاجات دي كلها. فطلع كل وصلبان حاجات كتيرة. نهارك فل. لقيته ايه بقى، عمامي قاعدين وخلاني بقى والعيلة، وجايب الكتب قدامهم والصلبان وصور للمسيح بقى وصور للعذراء. عايزه اقول لك عامله كنيسه يعني. فبيقول لهم شفتوا دي كفرت، دي كفرت خلاص. لقيت كل واحد منهم كانه ما فيهوش غلطه، او كان ما فيش واحد فيهم بيغلط. كل واحد فيهم اللي هو يطف كده، يطف ويقول كلام صعب ويمشي. فانا بقيت واقفه ما اتكلمتش خالص، دموعي بس نازله، حتى ما دافعتش عن نفسي. راح بابا طبعا اخذ الكتب دي كلها وراح مولع فيها بما فيهم الانجيل. طبعا دي كانت حاجه صعبه عليا جدا. خدهم ولع فيهم. يا بابا صدقني. أمم ماشي. فالكتب بالنسبة لي أي كتاب عادي، بس أول ما مسك الإنجيل وخلاص بيولع فيه، وقتها أنا انهارت. أمم حبيبي انهارت قوي. الكلام ده كنت وصلت لسن، كان عندي 16 سنة بقى. أمم ببص الساعة 1 بالليل كلهم ناموا والليلة خلاص خلصت، فطلعت من باب الشقة. نعم. انما بس خليني اوقفك عند لما اجتمعوا العيلتين كل واحد، انت اتكسفت تقولي كل واحد كان بيتف عليه. ما انت يا بنتي في عرفهم نجسه كافره مرتده.
خلاص طالما مسكت المسيح وشاف الكتاب المقدس وشاف نور النعمة، الشيطان هاج عليك. أو دي المهم حقيقة. بعد ما حرقوا الساعة 1:30 بالليل، جالك مين بقى؟ إيه، 1:30 طبعا طلعت بقى قدام باب الشقة ببص على الرماد مكان الحرق. الحرق. لقيت الورق كله عبارة عن رماد يا بابا، بس لقيت ورقة في وسط الرماد ده بيضة ما اتحرقتش. فروحت واخدة الورقة بقلبها ببص فيها، لقيت مكتوب ايه؟ لا تخف لأني معك. يا ربي مجد ليك يا دي ما رب، اتحرقتش. مجد ليك يا رب. يا بنت ده انت ربنا بيكلمك بشكل غير عادي. ايه ده؟ ايه ده؟ مجد ليك يا رب، مجد ليك يا رب. وقت ما شفت الورقة ولقيت الآية دي مسحت دموعي وابتسمت، بصيت انتصرتي للسما كده وقلت له أشكرك يا رب. يا رب يسوع. الله. هديت، حسيت بإن أنا هادية كده من جوايا. بعدها قررت جوايا إن أنا مش هتنازل إلا لما أعرف فين ربنا الحقيقي فعلا وأعرف الطريق الصح. انت قعدت كل بقى ده، في قصة. نعم، انت كل ده بتقري في الكتاب المقدس وبتنسجمي معاه وبتروحي كنيسة في السر وبتقري قراءات لا ما مسيحية. كنتش لسه رحت كنيسة خالص. طيب ماشي. رحت بقى ايه، كنت اول حاجة اعرفها قصة التجسد اللي انا قبلتها من اول ما اتشرحت لي ودخلت دماغي وقبلتها واستوعبتها، اللي كتير من الناس مش قادر يستوعبها برغم انها سهلة يعني. وبدأت قصة بقى ايه، ايماني فعلا بشخص يسوع واتمسكت بيه جدا. فلقيت بابا شاف معايا كتب تانية بقى على مدار الكام شهر اللي جم بعد حرق الكتب. طب انتي ما بتتوبيش، طب خلاص بقى مفيش مدارس، روح سحب الدوسيه بتاعي من المدرسة، حبسني مش هقولك في البيت، اتحبست 7 شهور في الأوضة بتاعتي ومقفولة بقفل من بره. يا رب يسوع. أو كان سنك كام؟ كان سنك كام يا ساندرا ساعتها؟ 16 سنة. برضه لسه انت 16. أو كنت 16 سنة. حبسك في الأوضة 7 شهور، ما فيش علاقات، مدرسة. لو كان ليه علاقات يعني كانوا هيفلكوا في حد اتفضلي. يعني، كنت مثلا كده. نعم يا بابا. بقول لك اتفضلي. يعني 7 شهور انت في اوضتك ما بتخرجيش، بيدخلوا لك الاكل وخلاص. بيدخلوا لي الاكل، ولو رحت التواليت مثلا بيبقى في حد معايا، يا اختي يا اخويا مستنيني. بس المهم في ال7 شهور دول، عايزه اقول لك كانوا احلى 7 شهور بالنسبه لي. ياه. جدا 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 جدا، اتمليت بربنا لدرجه لا تتخيلها. ياه. يعني كنت كل يوم اصلي من 12 لحد الفجر كده، ومطنيات، واللي هو عايشه مع ربنا حياه كده خارج عن العالم، يعني مش في العالم اساسا ولا متضايقة ولا تعبانة ابدا ولا حزينة ولا كله ابدا ده. يا بابا ابدا. كان في كتاب اشبيه معايا ما شافوش بابا بقى عشان يحرقه، ده كان مستخبي، وكان صليب خشب كان ابونا مدهون يعني. فكنت ايه، دورة اللي كانوا مونسيني في وحدتي بصراحة. يا رب يسوع، يا رب يسوع. بس في ال7 شهور دول انا كلمت ربنا وقلت له يا رب انا عايزاك تظهر مجدك فعلا، وعايزه اعرف انت انهي اله فيهم، انا عايزاك تبين لي لو باشاره انت اله القران ولا اله الكتاب المقدس، انا عايزه افهم اشاره واحده. يعني لغاية دلوقتي انت مش مقتنعة، شفت العذرة بتعمل لك ايه؟ صح. انا ما اعرفش بقى شخص الرب يسوع. جيت طيب. المرحله دي في تشتيت.
بس فببص انا لقيت نور ابيض، نور ابيض متسلط، كان فيه كتاب برضو من ضمن الكتب اللي بابا ما شافهاش، بس كتاب صغير مش كبير، ده كان انجيل بس كان صغير، وكان فيه قران طبعا في البيت يعني. فاخدت الكتابين حطيتهم قدامي على الترابيزه، وفتحت الشباك بتاع اوضتي كنا بالليل، وقلت له يا رب اظهر لي اشاره. بعد ما قلت البقين دول لقيت نور ابيض متسلط على الانجيل. الله 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 ده صدقني يا بابا انا من وقتها خلاص ما بقتش بفكر في اي حاجه تاني غير ان انا بجد اتعمق مع يسوع مش آمين حد تاني. آمين يا بنتي آمين آمين بس بعد كده بابا حاول طبعا يخلي في ناس تكلمني من العيلة، مراتات عمامي ومامتي. جه عمي من عمامي قال له طالما ما فيش فايدة فيها خلاص روح سلمها بقى سلمك فين؟ في القسم. يا دي النيلة يعملوها عملوا معايا أكتر من كده قول يا بنت قول طبعا هما مفكريني ان انا عشان صغيرة سنا في الوقت ده، فان انا كنت ممكن اخاف وكده يعني. بس بالعكس كان عندي قوة ايمان في الموضوع ده بالذات، وقرار انا واخداه ان انا عمري ما هرجع خلاص. واو فبابا قال لي خلاص احنا هنسلمك. قلت له طيب انا موافقة. فقلت لماما ايه، قلت لها طلعي لي بقى الهدوم بتاعتي عشان البس ورايحة مع بابا. واو فماما بصراحة اللي وقفت لبابا وقالت له مش هينفع حاجة زي كده، ما تسمعش كلام اخوك يعني. وفعلا ماما اللي وقفت، وبابا كان مستعد يعمل حاجة زي كده. يا بس عايزة اقول لك بقى ايه، كان محبوس حريتي قوي، كان فمن ايه؟ كتر ما بابا كان كان محبوس ايه؟ حريتي قوي، من كتر ما بابا وان هو خلاص بقى زهق من الكلام معايا وان انا ما برجعش عن اللي في دماغي، فهو تعب مني. لدرجة ان هو في كلام كنت بسمعه صعب جدا من اخواتي حتى الصغيرين يعني. انا الكبيرة في اخواتي على فكرة، بس صعب قوي لما تلاقي حد من اخواتك الصغيرين كده اصغر منك بكتير، وان ممكن يتقال لك في وشك كده ده انتي مسيحية مش نظيفة، اصلهم مش نظاف. فكانت إساءات إساءات من قلب البيت، اللي هو أنا مش عارفة أعيش، مش عارفة أعيش في سلام. بس وفضلت ثابتة على اللي أنا فيه. وعايزة أقول لك وصل بيا لدرجة الأيام اللي فاتت بقى، ده بعد سنين من عثبات، اتكلمت مع بابا عن المسيح ومع ماما. عايزة أقول لك يعني بابا بادئ في الطريق ياه صدقني مجدا ليك يا رب مجدا ليك يا رب بدأ يتأثر جدا. حلو وأختي ماما برضو شوية. بس انا انت عملتي قفزة انا كنت عايز ارجع بس الوقت انت بعد كده اتعمدتي ما قلتيش أيوة الحتة دي لا أيوة قولي طبعا وصلت، قعدت 5 سنين طبعا كده تدرسي مش لاقية، مش لاقية من غير عماد. قعدت 5 سنين طبعا عشان انول النعمه دي، ما كانش حد بيهتم ولا كان حد، مش لاقي حد اساسا، مش لاقي حد يعمدك مش لاقي حد يعمدني اساسا، وكله كده كان خوف كده وحاجات غريبه يعني. لو انت خايف ليه طيب؟ انت عارفه يا بنتي انت عارفه الوقت اتعمدتي بعد 5 سنين نلت النعمه فعلا. انا بقالي 8 سنين كده متعمده، وخمس سنين قبل العماد. ياه 8 سنين متعمدة يعني انت اتعمدتي وسنك 24 كم؟ 21 19 21 21 21 سنة اتعمدتي انا دلوقتي 27. ياه مجدا ليك يا يسوع مجدا ليك يا يسوع هم حسوا انك انت اتعمدتي وحاجة؟ هما ما يعرفوش يعني ايه عماد. هو يعني دايما يقولوا لي انتي مسيحيه عشان انا ميولي للمسيحيه، لكن ما يعرفوش يعني ايه عماد. سلوكك اتغير انت طبعا من صغرك وانت بيقول لك شوف لنا الملائكه بتاع سلوكك اتغير شافوا فيك حاجات حلوه حببتهم في المسيح
السماحة، يعني ممكن أتنرفز أو أتعصب قوي، تمام، بس عايزة أقول لك بكلمة بروق، يعني بروق لهم وبغفر لهم. تمام. الغفران. شافوكي وانت، شافوكي وانت بتصلي وانت بتقري الكتاب وسكتوا؟ أختي دايماً كانت بتدخل عليا وأنا بصلي، فجات لي في مرة بتقول لي أنا نفسي أعرف أنتي بتصلي إزاي، لأن أنا عمالة أصلي أصلي ربنا مش بيستجيب ليا، فعلميني أصلي زيك عشان ربنا يستجاب لي. مجد لك يا سوء، مجد لك. علمتها، الصلاة الربانية طبعا. وعايزة أقول لك دي من أكتر الناس اللي كانت بتسخن بابا وماما عليا، دلوقتي هي اللي حاطة صورة المسيح بروفايل عندها على الفيسبوك، مش ممكن يا يعلم ربنا. شوف يا بنتي، كلمة الله لا ترجع فارغة. أنت طبعا ربنا كلمة استخدمك الله خلاص. حية وفعالة. طبعا آمين طبعا. آمين آمين. إيه الضيقات اللي قابلتك؟ يعني أكيد اتبهدلتي وتعبتي، رغم إن النعمة طالت بابا وماما بشوية شوية جايين للرب، وأنا متأكد إنهم جايين، أمين. لأن حب العذراء ليكي وحب بابا يسوع انه مش سايبك، اكيد بيكمل عمله في حياتك، صح ولا عايزة أقول غلط؟ لك يا بابا حاجة، صغيرة من ضمن الحاجات اللي أنا كنت برفض فيها الارتباط يعني وكده، يعني أنا يعني طبعا أي بنت بيبقى عرسان بقى والحاجات دي، أنا كنت رافضة الموضوع ده نهائيا نهائيا، علشان كنت واخدة طريق الرهبنة، كنت عايزة طريق الرهبنة. كنت عايزة تبقي راهبة؟ دي حقيقة، يعني لحد قريب قوي، لحد من كام شهر، بس عايزة اقول لك كده حسيت ان ده مش مكاني برضو، مش ده صوت ربنا. ربنا عايزني في العالم اكتر، في خدمة وفي شغل في العالم اكتر. طب يلا استعدي بقى، انا محتاجين لك، يلا امين. انا صلح خدمت يسوع طبعا. صلح اللابتوب بتاعك واستعدي بقى وتعلمي حاجات كتير عشان تساعديني، لان المخرج كل معظم الوقت مش فاضي، فانا عايزك برضو تقفي وتتعلمي وكده وتسندي معايا في الخدمة دي. الخدمة دي جبارة وخدمة ضخمة. ربنا موجود. طيب حبيبي، انا كل الوقت انا مش لاقي حاجة اقولها، غير ان انا عايز اصلي ان ربنا يستخدمك فعلا، لان انت فيك نور غير عادي، فيك بركة غير عادية. صحيح بتدي تسوني وقت صعب، لكن هي الوقت، لكن هي عارفة الوقت، النعمة اللي انت فيها والفرح اللي انت فيه، وبتدلعي على باسم يسوع علينا، واحنا في ايه يعني، واحنا انت بنتنا يعني. انا بس حبيبي. عايز اقول لك يسوع حلو، والحياة معاه نظيفة نقية طاهرة، وريحتنا الحلوة بتوصل لكل العالم، وبيشوفنا وبيسمعنا وبيجي ليسوع. ايه اللي معطل عمل الرب في حياتنا يا بنتي؟ ليه ما سألتيش كده؟ ليه احنا كتار قوي كده؟ انا بقدر العدد اكتر من 21 مليون متنصر، يمكن 20 مليون مثلا من كام شهر الوقت، انا بعتبرهم 21 مليون، وطبعا الكل ساكت والكل صامت ومحدش بيتكلم. يعني انت من القلائل اللي طلعوا وشهدوا، الناس مش عايزه تتكلم، المتنصرين اللي بيشوفوا نعمه يسوع مش عايزين يعلنوا مجد الرب، الكنائس ساكته، نعمل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ معناه انت لولا اتكلمتي مع اهلك وصمتي اهم بيخلصوا، اهو ربنا بيشتغل معاهم، نعمل ايه في رايك يا ساندرا؟ بص يا بابا، عايزة أقول لك يعني في آية كده في الكتاب المقدس بتقول لكل شيء تحت السماء وقت، كل حاجة عند ربنا بوقت. مجدا لك يا يسوع. فربنا لما يكون بيبقى فيه ضيقات والظروف اللي احنا بنعاصرها دلوقتي، كل ده ربنا سامح بيه لخطة معينة. فعلا مجدا لك يا يسوع. الضيقات دي بتصنع حاجات كويسة جدا، ويعني عايزة اقول لك يمكن ربنا بيسمح بالضيقة دي علشان الناس اللي، يعني انا بحس ان في ناس بتيجي بالضيقة اللي احنا فيه، كل ما بنبقى في ضيقة بحس ان الناس بتدخل اكتر، يا بتيجي اكتر، سلام يا بتعرف سلام ربنا اكتر.
جديدة دي عليا أنا، الناس لا يعني لا دي حقيقة. تشوف حاجة فرحة فينا، تشوف ييجوا، لكن يشوفنا في الضيقات، ده المفروض يهربوا، ولكن أنا لا أحسن لا من ضيقات ومشاكل وبلاوي. بالعكس، ده البيئة بتخلينا نقرب من ربنا أكتر ونعرف ربنا. احنا بنقرب اكتر وكل حاجه، لان فعلا على فكرة والسبب عندك؟ الضيقات هي طريق السماء، لكن انا بتكلم على الاخرين لما يشوفونا في الضيقات ما هيخافوا، يقول لك ده طريق لا مش هيخافوا يا بابا، مش هيخافوا. عايز أقول لك اللي ما جربش كلامه حلاوة يسوع بيعرف الفرق. يعني مش عارفة أوصلها لك إزاي، بس انا عايزة أقول لك نعم اتفضلي اتفضلي. مش عارفة أجيبها لك إزاي، بس يعني هات واحد مثلا ما يعرفش أي حاجة عن ربنا والكلام الحلو اللي في الإنجيل ده، ومنغمس في العالم وضيقات العالم والحروب اللي بتحصل والعالم عموما، يعني مش مفرح، مش فرحان، ويجي مثلا يذوق أو يقرأ كلام يسوع هيلاقي الفرق، هيلاقي هنا في فرح وتعزية ورجاء، فهيحاول يفرق. أمين يا فهيروح رب، لمين؟ هيروح للتعب بتاع العالم ولا هيروح للكلام اللي فيه تعزية ورجاء؟ أمين يا بنتي، أمين أمين. ما حاولتيش تكلمي حد من الشيوخ اللي كانوا بيتحدوكي وتقولي لهم شوفوا النور الحقيقي أهو أهو في كتابنا ده؟ ما حاولتيش تقولي لهم كده اللي جولك وكانوا بيتكلموا معاكي وأنت صغيرة؟ ما حاولتيش تكلمي حد منهم؟ لا ما حاولتش، ماليش علاقة بيهم خالص. رب وبابا نفسه أصلا يعني بيكرههم أساسا، يعني الحمد بابا لله، ما بيقبلهمش. نشكرك يا رب. يبقى جاي يبقى جاي، يعني هنعمد بابا. أمين يا بابا، أمين بجد. طيب مجدا ليك يا يسوع. انا الحلقة طالت قوي، لكن انا فرحان بعمل الرب في حياتك، أمين. وعايز قبل ما اسيبك توجهي رسالة لاخواتك واهلك المسلمين، تقولي لهم ايه؟ عايزة أقول لهم إن هم يعني طيبين قوي، وأقول إيه بس، صعبانين علي، وبحبهم بحبهم، وربنا يا رب يفتح بصيرتهم ويفتح قلوبهم يا رب ويملك على قلوبهم ويظهر ذاته ومجده ليهم. أمين يا رب أمين. طيب وتقولي للمسيحيين اللي مش عارفين حلاوة وقيمة يسوع، المسيحيين الإسميين اللي هم بصراحة كتار، تقولي لهم إيه؟ اقول لهم انتوا في نعمة مش حاسين بيها، بس مش بتستخدموها صح. يا سلام. طب ليه ففوقوا. طب ليه المعجزات بتحصل معانا احنا وليه ما بتحصلش معاهم مثلا هم؟ ليه؟ هو ربنا رب قلوب، يمكن عشان احنا محتاجين له. محتاجين له. هقول لك انا، ربنا ما جاش للاصحاء زي ما قال، يعني هو الدكتور بيجي للمرضى، واحنا كنا مرضى وبيجي عشان واحنا كنا مرضى وكنا عطشانين، كنا أرض بور، هو جه روانا. الله عليكي الله عليكي الله الله، مجدا ليك يا يسوع مجدا ليك يا يسوع. انا مش انا فرحان باختبارك قوي، فرحان بكلام النعمه، ويعني مش مصدق الحلاوه اللي انا بحسها في كلامك وفي الرؤى اللي شفتيها في علاقه العذراء بيكي، العذراء اللي بيكذبه. انا مجرد ما حطيت البوست عنك وعن الاختبار، ايه انتوا بتعبدوا العذراء؟ ايه العبط ده العذراء. انا عندي صور المسلمين اكتر من المسيحيين بيجروا على العذراء. طبعا يا جماعه طبعا مش بنعبد العذراء، احنا مش بنعبد، بس بتشتغل. واحده كتبه لي ايه؟ امال يسوع بيعمل ايه؟ بتشتغل. امال القديسين اللي بيطلعوا لنا اللي معاهم بيشتغل، الكل بيشتغل لمجد الرب، احنا كلنا. بنتمثل بسيرتهم، القديسين دول احنا أمين أمين أمين. ده مكتوبة في الكتب. غير الصوت بيمشي ويجي، أنا عايز كده بس سامعني يا بابا؟ أيوه، أنا عايز قبل ما أسيبك صلينا. يلا يلا، بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب يسوع، يا رب يسوع من فضلك املك يا رب على قلوبنا، أمين املك يا رب على قلوبنا يا رب،
جمع يا رب خرافك يا رب التايهين، اسم جمع يا رب خرافك التايهين يا رب، وطبطب علينا يا رب، المس قلوبنا يا رب لمسة شفا يا رب من ايديك، يسوع. من امين فضلك يا رب احمينا يا رب وحوط حوالينا يا رب. يا رب، محتاجين لك، محتاجين لك يا رب، ومحتاجين يا رب لمسة امين يا رب يسوع، امين يا رب يسوع، امين يا رب يسوع. يا رب، كل مريض يا رب فينا يا رب، يسوع يا رب شفاء لكل. بشكرك يا رب يسوع انك جبتنا يا رب من المزبلة، امين وريتنا يا رب ولمسنا يا رب مجدك يا رب، أمين يا رب اشكرك يا رب، اشكرك يا رب يسوع. أمين أمين نصلي صغيرة يا بابا. أمين. شكرا يا بنتي، أمين أمين، لك المجد يا رب. أنا فرحان بيكي، وشايف إن ليكي شغل كتير معانا بإذن الرب المجد. عايزك أمين تحول المكان اللي أنت فيه ده لكنيسة، عايز صوت البخور، صوت الصلاة، صوت الترنيم يشرق الكون ويعلن مجد يسوع في المكان. أمين في اسم يسوع، عايزكم تبقوا رسل المسيح. ها أمين هو في قال اسم كده يسوع. فيه، قال ان انتوا رسل المسيح الجدد المتنصرين طبعا دول الكنيسة الأولى العالم. يا بابا، الكنيسة الأولى هو دي إحنا. الكنيسه، دي الكنيسه الاولى، بتصحى من جديد وبتستيقظ وبتاخد دورها، وربنا مش هيسمح بانه يجي غير لما يكون صوته وصل للعالم، كل طبعا العالم، باسم الرب يسوع، باسم أمين الرب يسوع. ايها الناس، دي رسالتنا كانت ليكم، كل مؤمنين وغير مؤمنين اسمعوا صوت الرب. المؤمنين أمين يتمسكوا بالوعد، وغير المؤمنين يعرفوا ان احنا مش بنهجس، مش بنقول حكايات وبنزور فكاهات وبنصطنع معجزات، احنا بنقول الحقيقة. انا لو سبتها تتكلم لغاية بكرة هتقول رؤى وحاجات حصلت لك اكتر من اللي اتذاع. يا جماعة ربنا موجود، اطلبوه يوجد لكم. انتوا اللي قلوبكم قاسية، انتوا اللي مش مصدقين، انتوا اللي مش عايزين تفوقوا. العالم مش هيقدم لكم حاجة، العالم ما بيشبعش، آبار العالم مشققة وماء مالح، أما الماء الحي هو يسوع، هو اللي يسقيك، هو اللي يرويك، زي ما قالت بنتنا. أعزائي أمين المشاهدين جميعا، صلوا لمجد الرب، اعملوا لمجد الرب، أمين اسهروا، اصحوا، اعملوا، لأن الحياة الأبدية هي دي الدائمة. انت نفس وماشي، مالكش لازمة بعد قليل، خلاص احنا تراب وإلى التراب خلاص، لكن روحك هي الباقية. احترم هذه الروح اللي وهبها لك يسوع، احترمها، اديها قيمتها، حطها في الأبدية. خلص نفسك تخلص، وجميع الذين آمنوا به خلصوا. يخلصون. آمين يا رب يسوع، آمين يا أمين رب. أعزائي أمين المشاهدين، شكرا لك يا ساندرا، شكرا لإخواتك المتنصرين اللي جنبيك المتنصرات، شكرا لكل من قدم لنا في هذه الحلقة معونة ومساعدة. صلوا من أجلنا، وإلى لقاء مع حلقة جديدة. انتظرونا، اختبارات حية، شهادات قوية، عمل الرب فينا موجود وملموس وشمينه وحاسينه. إلى لقاء مع حلقات جديدة، مع السلامة. مجد الرب معاكم، أمين يا رب، أمين. ما تشيليش البتاع، استنى.